والله ما شاء الله بيجيبها صح ولا لا؟ ايش كمان؟ خلاص ما شاء الله. اذا تحيه لعبد الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب فين المنشد؟ خليل، تعال يا خليل، تعال يا خليل، تعال خليه يجي معك عادي مش مشكله، تعال هنا اجلس. نشتك تجيب لنا انشوده بس مقطعين فقط ونردد كلنا معاك، تمام؟ يلا خليل. ها، سلام على الحاضرين الكرام، سلام عليهم بمان السلام، واثني سلامي على الحاضرين صغيرا كبيرا تحية ويام. سلام على الحاضرين الكرام، سلام عليهم بمان السلام، واثني سلامي على الحاضرين صغيرا كبيرا تحية ويام. سلام بعطر يفوح الصدور، بعطر المحبة بعطر السرور، سلام تهدي جميع الطيور وأيضا تهدي طيور الحمام. سلام على الحاضرين الكرام، سلام عليهم بمان السلام، واثني سلامي على الحاضرين صغيرا كبيرا تحية ويام. يا إخوتي شدوا العزائم نحو القمم، وأشر سلاحك في كل عام، وأشر سلاحك نحو القلم. سلام على الحاضرين الكرام، سلام عليهم أنا السلام، واثني سلامي على الحاضرين صغيرا كبيرا تحية ويام. تحية 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 تحية. شكرا 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 يا خليل، بارك الله فيك خليل، شكرا لك. طيب احنا معانا فقرة مهمة جدا، وهي أهم رسالة حابين نوصلها لأحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة، لكن قبل ما ندخل في هذه الفقرة حابين نكرم الفائز بالماراثون. من الفائز؟ فائز. فائز يا فائز، تفضل يا فائز. بعد إذنك أستاذ أنس بالله. ايوه تعال يا كابتن، اعطيني الكاس. كيفك فايز؟ كيف صحتك؟ نحمد الله ونشكره. طيب فايز اكيد بعد التعب هذا ارتحت؟ اكيد ارتحت. طيب ايش شعورك بين تقريبا اكثر من 100 متشارك واخذت الاول، ايش كان شعورك؟ الشعور لا يوصف، بس اكيد فرحان والحمد لله حققت المركز الاول، واكيد بعد جهد. نعم. اليوم احنا نقول حلم يتيم، ما هو حلمك؟ أنا حلمت من البداية أن أنا أصبح بطل عربي، وإن شاء الله أصبح بطل عربي. بطل عربي في إيش؟ في ألعاب القوى الجري. ما شاء الله، يعني فايز حلمه أن يكون بطل عربي في الجري، ودليل أنه ماشي في هذا الحلم أنه أخذ الأول بين كثير من المتشاركين. وأنا بصراحة كنت أشوف كثير من الشباب قبل المسابقة كانوا يعملوا تسخين، قلت يعني المسابقة بتكون صعبة جدا، وما شاء الله عليك تستاهل اللقب، وبإذن الله عز وجل حلمك حيتحقق. لكن أول ما يتحقق حلمك إن شاء الله تتواصل معنا وتقول لنا حلمي يتحقق إن شاء الله. طيب إذن يا شباب، هذا الكاس من يستاهله؟ فايز. تحية كبيرة لفايز، أكبر، ارفع الكاس. تحية. ها يلا نسمع مع بعض. احنا طبعا بنقول فايز اسمه، وهو ايش؟ فايز. تحية لك يا فايز، وبإذن الله عز وجل يتحقق حلمك وبالتوفيق، والشباب كلهم ان شاء الله يدعوا لك ان حلمك يتحقق. احبتي المشاهدين، احنا معنا قصاصات ورقية حنوزعها لكل الشباب الموجودين هنا. طيب يا شباب، كل واحد منكم حنجيب له ورقة، تمام؟ حيكتب عليها حلمه، ايش يتمنى، ايش الحلم اللي حابب انه يحققه في حياته، تمام. وبعدين بعد ما نعطيكم هذه الورق حنعطيكم بوالين تربطوها عليها، وبعدين تتركوها تطير في السماء، فهمتوا؟ كل واحد حيكتب في الورقة هذا الحلم اللي يتمناه. حسين بن حسين صالح الشامي. طيب يا حسين، ايش حلمك؟
أنا الحلم الأول أنا أحرر فلسطين، والحلم الثاني أنا أكون دكتور. ما شاء الله، إذا معك حلمين، الحلم الأول أنك تكون سبب في تحرير فلسطين، والحلم الثاني تكون دكتور. ليش الشيء تحرر فلسطين؟ إن شاء الله إذا قتلت ندخل الجنة. يا الله، ربنا يوفقك ويدخلك الجنة، وأنا والحاضرين والمشاهدين قل آمين. آمين آمين. طيب إيش حتكتب في الورقة؟ أريد أن أحرر القدس، والحلم الثاني أنا أكون مدير بحث. ما شاء الله، ليش مدير بحث؟ كويس. طيب ها، خلونا نروح لين هنا. اسمك؟ توفيق محمد علي صالح مفرد. توفيق محمد علي صالح مفرد. طيب يا توفيق، ايش كتبت في الورقة؟ ان شاء الله وزير نفط. حلمك تكون وزير النفط بإذن الله، لما تكون وزير نفط تذكرنا، ما تنساناش. عمار منصور، باجي اقدم لك معاملة، تمام؟ اسمك؟ عبد الله عطاب. عبد الله، ايش كتبت؟ حلمي ان اكون ضابط. ما شاء الله، جميل جميل. اسمك يا شاطر؟ احمد. ايش كتبت يا احمد؟ مدرس. حلمك انك تكون مدرس. اسمك؟ بسام القاضي. طيب يا بسام، ايش كتبت على الورقة؟ ايش حلمك؟ حلمي انا اكون دكتور جامعي. دكتور جامعي؟ ليش؟ لاجل نربي اجيال. يا سلام يا سلام، تحب تربي اجيال عشان يطلعوا في المستقبل ويربوا اجيال ثانية ويكونوا اصحاب قيم، صح؟ اولادي ان شاء الله بدرسهم عندك. ان شاء الله ان شاء الله، بس تهتم فيهم، تعطيهم درجات زيادة. حتعطي كل واحد حقه ولا حتكون مجامل؟ حاعطي كل واحد حقه. ان شاء الله حلمك حيتحقق ان شاء الله. طيب يا شباب، الكل كتب على الورقة. احبتي المشاهدين، الان الكل حيرمي البالونة للسماء، وبإذن الله عز وجل كل واحد فيهم يتحقق حلم. واحد من الشباب كتب حلمي أتزوج، بإذن الله عز وجل يحقق لك حلمك ويزوجك الله. واحد، اثنين، ثلاثة. كل واحد من أولئك الأيتام كتب الحلم اللي يتمناه على البالون، أملا منهم أن يتحقق ذلك الحلم ويكون ذلك بعد توفيق الله عز وجل والاستعانة به جل شأنه في علاه، ثم دعم الناس لهم ومحاولة إعانتهم على ذلك. باختصار، لقد استراح المؤمن من هذا كله وحصر الغايات كلها في غاية واحدة، عليها بحرص وإليها بسعي، وهي رضوان الله تعالى، لا يبالي معها برضا الناس أو سخطهم. مجرد الانتماء أعزائي الكرام لمثل هذه الأمة يزرع في قلب كل إنسان أن يكون له أيضا اللمسة الرائعة أو البصمة اللامعة في حياة الناس، مشاركة في رفع همومهم ورقي فكرهم حتى تعود كما كانت هذه الأمة أو أفضل من ذلك بكثير بإذن الله. أحبة المشاهدين، لتعليقاتكم ومقترحاتكم تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك قناة السعيدة حياة الناس. إلى أن نلقاكم، ورجاء خاص، لا تنسونا من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله. عيش الحياة بإخلاص وسعد جميع الناس بالكلمة والبسمة بالحب والإحساس. عيش الحياة معهم، شارك مواجعهم بالخير، أسعدهم وامسح مدى بالكلمة والبسمة.
يقدرنا نسعد حياة الناس.